كاميرا اغاني اغاني عم بترافق الفنان الشامي مروان خوري بالحفل السنوي لجمعيه تجار علي. اهلا وسهلا فيك. سعيدين كثير بهالصيف الحلو بهالحفلات بهالنشاطات بين ميروبا بين الحدث اليوم بعلي وبعدها صيفيه طويله. جمهورك ما بخبرك قد ايه مبسوط عبر السوشيال ميديا كمان هيك فرحان انه عندك كثير حفلات السنه. صحيح يعني مش قد انا بكون مبسوط بس عم بنبسط بقد ما هني فعلا يعني ناطرين هالشيء لانه بقول بضل اقولها هي اول سنه تقريبا هلقت في حفلات بلبنان وانا قصدت انه يكون يعني باكثريه المناطق اللي بقدر انا اكون موجود فيها اني اتواجد. شو اللي تغير؟ ما عرفت انت حدا بكي كثير اجمالا يعني. ما زاد الطلب عليك من زمان الطلب عليك كثير. ايه مزبوط و لا في شغلات عدلتها شوي تكون انا موجود باماكن باخر النهار بدك تكون مع الناس اللي بيحبوك وين ما كان هذا الاهم. مدرسة الحب عاملة أصداء كتير حلوة الأغنية على كل الإذاعات اللبنانية عبر أغاني أغاني كمان عم نسمعها هيك حالي حلوة وحالي رومانسية بعز الصيف إجمالاً بينتروا الأشياء الشعبية صحيح. مروان بنص الصيفية بيكسر القاعدة أنا شتى كل الوقت. خبرني أدي سعيدك بأصداء هي مع أنه الغنية اللي كانت تكون موجودة ضمن المسلسل رجعنا سحبناها وأنا مبسوط أنه الغنية عم تاخد نجاحها وحدة وانا عارف انه هالغنية حيكون الى شيء عند الناس وان شاء الله بعد حيكون الى اكثر يعني. بلش نشوف عبر شاشة الام تي في مدرسة الحب رح تكون هيك الإطلالة الأولى على جمهور لبناني كممثل مش بس كنجم أغني. كيف بتلاقي كيف موقع تكون أصلا تجربة مهضومة تجربة مهضومة ضمن حجمها يعني مش أكتر من حجمها اللي هي مثل ما قلت عامل أنا ثلاث حلقات مثل تجربة لذيذة مهضومة بس ما فيني أعطيها أكتر من حجمها على الصعيد التمثيلي وهيدي قلتها أكتر من مرة إنه أنا كمروان الفنان عم لي دور تمثيلي واللي هو بيشبهني يعني بس مش تجربة تمثيلية يعني لا هلا ولا بعدين. كمان بهالنشاط الجديد على السوشيال ميديا يعني كنت غايب كثير عن السوشيال ميديا لا مؤخرا تويتر انستغرام وحفلات وهيك في نشاط جديد يعني هيك ما فيك فراس يعني هو السوشيال ميديا هي مش بس للفنان هي للفانز لإله سو هني شركاء بالموضوع ما فيك انت تقعد كمان على جنب ولك فيها شغله ايجابيه رغم انه انا ما بقدر تابع كل الوقت الشغله الايجابيه انه بتساعدك توصل للناس مباشره هي شغله مهمه. شو اجد ايش نطرتنا في كتير لمجد الرومي هلا عم نشتغل عليهم وفي اشي عم حضر انا وفي هيك مفاجاه كمان لقلي بس بعلن عنها بعدين ان شاء الله على كافي ميروبا ميروبا اكيد ب 28 بنكون سوا